يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني من خيرة الصحابة العشرة المبشرون بالجنة. أنا كنت دائما أستغرب، يعني هم عشرة بس المبشرون بالجنة؟ يعني هل عشرة من الصحابة اللي هيخشوا الجنة والباقي ممكن ما يخشوش الجنة؟ طبعا الكلام ده خطأ، لأن كل الصحابة كما قلنا من قبل من أهل الجنة كلهم بلا استثناء، زائد ان في حد غير العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يعني في كتير من الصحابة غير العشرة النبي بشره بالجنة وهو حي. فليه مشهور قضية العشرة المبشرون؟ علمت بعد ذلك ان العشرة المبشرون بشرهم النبي في حديث واحد، يعني في مجلس واحد في حديث واحد، قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر الحديث. فعشان كده اشتهر بالاسم ليه العشرة المبشرون، لأن هم بشروا في وقت واحد. مين بقى العشرة المبشرون؟ العشرة أربعة خلفاء كلنا عارفينهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والستة، الستة دول أفضل الصحابة بعد الخلفاء، هم الايه الأفضل، اللي هم مين؟ في بيت قلناه واحنا بنشرح حقيقة ابن أبي داود بيسهل عليك الحفظ، قال إيه؟ قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد، سعيد مين؟ ده مش مشهور عندنا، سعيد ابن زيد، ده أصعب واحد فيهم، سعيد ابن زيد. وسعد، سعد مين؟ سعد بن أبي وقاص. سعيد وسعد وابن عوف، مين مين ابن عوف؟ عبد الرحمن ابن عوف. وطلحة، طلحة ابن عبيد الله. وعامر فهر، ده صعب شوية، مين عامر فهر؟ أبو عبيدة، الله يفتح عليه، اسمه أبو عبيدة عامر ابن الجراح. وعامر فهر والزبير الممدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، قال: لكل نبي حواريون وحواري الزبير. يبقى تاني: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ها يا محمد قول لي البيت ده. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، دول الستة والأربعة التانيين الخلفاء. طبعا أبو عبيدة بن الجراح يا أخوانا يكفي اللي أنت تعرف اللي هو كان مرشح إنه يكون الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اسمه كمرشح للخلافة، فالصحابة عارفين قدره أبو عبيدة بن الجراح. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة مع أهل نجران وفرض عليهم الجزية، قال لهم، قالوا له: بعت لنا أمينا. قال: أرسل لكم أمينا حق أمين. فاستشرف الصحابة، كل واحد بقى قال: يا رب أكون أنا. فأرسل لهم أبا عبيدة ابن الجراح وقال: هو أمين هذه الأمة. سيدنا أبو عبيدة له فضل كبير جدا، مع أن كتير من الناس يعني مش مشهور عنده سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح. آخر بقى حاجة: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. عايز تبقى بريء من النفاق، اقفل باب الطعن في الصحابة، لأن الطعن في الصحابة نوع من النفاق. ليه؟ لأن الصحابة نقلة الدين، فطعنك في الصحابة كأنك بتطعن
في الدين لانك بتشكك في حملة الدين ونقلة الدين. فنقفل الباب ده ازاي؟ اللي احنا نحسن الكلام، نحسن الكلام ونتكلم بكل خير عن الصحابة، لا نتدخل فيما حدث بينهم من فتن او حروب، لا نركز على اخطاء صدرت منهم، لان هم ليهم حسنات كثيرة جدا يعني تغفر فيها هذه الزلات او الهنات، لان الصحابة بشر مش ملائكة، فاكيد بيقع منهم اخطاء، لكن لهم من الفضل الكبير ما تغفر لهم هذه الزلات. والصحابة ربنا عز وجل أثنى عليهم جميعا، ما استثناش حد، ما قالش ما عدا معاوية بن أبي سفيان أو ما عدا عمرو بن العاص، دول أكابر، دول أفضل الناس بعد الأنبياء، وما فيش حد مهما عمل هيقدر يوصل لدرجة الصحابة مهما بلغ. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شوية القمح اللي بيتصدق بيه أحسن من أنت تتصدق بجبل أحد ذهب. يبقى أنت خلاص انتهت قضية اللي أنت توصل لفضل الصحابة، لأن دول وصلوا الذروة. وأزواجه الطاهرات، لأن هم من الصحابة، بل الأزواج من آل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كان الكلام عن أمهات المؤمنين، وفي نهاية الآية ربنا قال أهل البيت. فآل البيت أولا بيدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقى الشيعة أو الرافضة عندهم تناقض، يقول لك إحنا بتوع آل البيت، إحنا بنحب آل البيت، ده أنتوا بتكفروا السيدة عائشة رضي الله عنها وهي من آل البيت، يبقى عندكم تناقض، أنتوا لا بتحبوا آل البيت ولا شيء، بتحبوا بعض آل البيت، وتفسقوا وتكفرون وترمون السيدة عائشة بالزنا والعياذ بالله، ودي يعني فاحشة وكفر بالله، لأنه تكذيب صريح للقرآن. القرآن بيّن بوضوح براءة سيدة عائشة، وانتوا بتقولوا لا مش مقتنعين، يبقى انتوا متوقفين في تصديق القرآن، وده كفر بالله عز وجل. فرمي عائشة بالفاحشة كفر صريح، لانه تكذيب لما قاله القرآن، وهي من آل البيت، يعني بتقولوا احنا بتوع آل البيت، انتوا عندكم غلو في آل البيت وتفريط في آل البيت، بتعبدوا آل البيت احيانا زي الحسين وتطلبوا منه المدد، وكمان بتجافوا آل البيت وتتهموهم بالنفاق والفواحش والكفر. إنما أهل السنة بيعظمون الصحابة ويعظمون آل البيت، لكن لا يغالون في حبهم ولا يجافوهم أو يفرطوا في حبهم، عندهم اعتدال في عقيدتهم تجاههم. ويبقى نحسن القول في الصحابة وآل البيت، طبعا آل البيت أزواج النبي وآل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب، هم دول آل البيت، العباس آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب، بس طبعا المقصود بهم المؤمنين، يعني أبو لهب ده مش من آل البيت ولا أبو طالب من آل البيت لأنهم ماتوا على الكفر، إنما المقصود المؤمنين. وذرياته يعني المقصود بهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء أبنائه، يعني الحسن والحسين من الذرية. ونفسه صلى الله عليه وسلم كان لي كم ولد وبنت؟ سبعة، ثلاث أولاد، ثلاث بنين وأربعة بنات، كلهم ماتوا ما عدا فاطمة في حياته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات في عمره ستة من أولاده، ستة، وهو النبي المكرم وأفضل الناس، عشان الناس تتأسى به صلى الله عليه وسلم في صبره. فنحسن القول في الصحابة وفي أزواجه وفي آل البيت وفي أولاده وذريته، حتى نكون ممن يعظمون ويقدرون الصحابة حق التقدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.